بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفيني لا شان ميليسا كهنا. اليوم ان شاء الله عندي معكم وصفة تاع زمان تاع بطاطا كوشة بلا كوشة. كانوا الناس يديروها ويقولوا لها بطاطا كوشة بلا كوشة لانها طيب بلا كوشة ويجي فيها كلش محمر. الوغ هنا كما راكم تشوفوا عندي بطاطا قطعتها دوائر، راني حالق ليها هاي ليك البطاطا. الخطوة الأولى اللي نديروها البطاطا نقطعوها دي غوندال ونقلوها في نفس الوقت ندوز لها الدوزينة تاع لو بلا تاعي. الوغ نديرو شوية تاع الزيت. الوغ راح نحمر الدجاج تاعي في هاد الزيت. نبداو البطاطا تاعنا لازم عفوا الدجاج تاعنا نحمره هاد الزيت، يعني هادي حيلة كانوا يستعملوها زمان باش يطيبوا الدجاج تاعهم يجي محمر كأنه محمر في الكوشة. هلق ندير الملح، فلفل الكحل، فلفل بابر نوار. هنا ندير شوية تاع الأعشاب العطرية اللي هي لي زيغ دو بروفونس. هلق البطاطا تاعكم حركوها في الزيت يعني باش تحمر لكم مليح، ومن طون نحمرو نقلبو الدجاج تاعنا باش يحمرنا بيان كوم الفو. الو بعد ما حمر لي الدجاج تاعي كنحط الحميصة اللي عليه فاتي نحط عليهم حبة بصل مقطعة كبيرة، مقطعة رقيقة برضو، يعني هندوزن البطاطا كيشة تاعي. هنا البطاطا مادا بيكم تحمروها مليح في المقلاة، والبصل مادا بيكم تانا تقطعوه لأنه راح يزكي لكم مليح لاصوص تاعكم. يعني كاين فرق بين انكم تقطعوا البصل وبين انكم ترحوه. هنا هذه الوصفه ماذا بكم، يعني مستحسن انكم باش تنجحوا فيها انكم تقطعوا البصل في هذه الوصفه. هلا نزيد عليها كميه تاع الماغنوس مقطع رقيق، نحرك كلش كيف كيف. هاي ليك هنا الرائحه راهي بدات ما شاء الله، ريحه بنينه بزاف تاع هذا الدجاج كي يتحمر مع البصل مع التوابل والمعدنوس. بطاطا كوشة بلا كوشة، راح تشوفوا هاد الطبق شحال سريع وبنين، يعني يحمر الوجه. نزيد ندير شوية تاع زعترة ولا لوتان باش تعطيها لوغو تاع الكوشة. فوالا نحرك مليح هاد لي زانغريديون هكا. ام بلا مانيفيك روعة، يعني انا ناس زمان نستعرف بهم لانهم كانوا يعني يستعملوا الحيلة باش يطيبوا، يعني مساكن يافي با لي مويان كيما دركا، وكانوا يخرجوا يعني اطباق عسل، يعني حقيقة عسل. انا هاد الطبق نقدمه لكم يعني باسم ناس زمان اللي كانوا سيدي دي شامبيون، يعني افيك بو دو مويان يخرجوا كما قلت لكم اطباق عجيبه. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا الدوزينه تاعي راهي ما شاء الله، الدجاج تاعي تشبع مليح بهاد الدوزينه. نملق بالماء يكون يغلي، يعني الماء يكون ساخن جدا، لو تري شوت. فوالا ونغطي عليها، نخلي الدجاج تاعي ولا لو بولي يطيب في هاد المرقة. وميم طون كيما راكو تشوفو هنا البطاطا تاعي راهي تقلات تحمرت، راح نحيها نحطها دون زون اسيت، يعني فيها بابي ابسوربون ورق مصاص للزيت. نحط البطاطا تاعي نخليها بجيح لو طون لي يطيب لي هاد الدجاج، نغطي عليه، نتلاقاو بعد ان شاء الله. هنا عندنا لاصوص بعد ما طاب الدجاج، لحيت منها لو بولي تاعي، وهاي لك البطاطا هذيك المقليه نهبطوها فيها.
هذا نهبط كامل هذاك البطاطا، نعاود نحط فوقها لو بولي ولا الدجاج تاعنا، نخليه نقص عليه ونخليه يزيد يقعد واحد 10 مينوت كلش راح كلش يتجمر. نغطى عليه الوغ لو بلاك تاعي راهو بريسك واجد. هنا انا عندي البصل قطعتو مع المعدنوس، نقطعو كمية تاع بصل ومعدنوس ونخلطوهم كيف كيف، ندير لهم شوية تاع الملح، نخلط كامل هذاك البصل والمعدنوس كيما هكا هاوليك. هنا رايحة نقص، هكذا نقص غير شوية ابوبخي، يعني نقص واحد اون لوش ونضعف هكا معمر مليح باش نكسر عليه الحبة تاعي تاع البيض وندير به العقدة. هذه هي، نزيد عليها حبة بيض ونجرب كلش ونعقد بها بطاطا كوشة تاعي من أروع ما يكون. كما قلت لكم نكمل عليها هاد البصل والمعدنوس ونغطي عليها ونخليها الزيت تجمر في هذاك البخار. هلا عصرة على القارص للناس اللي يحبوا يعني القارص مع هاد البلا. الوغ هاوليك البلا تاعنا، بطاطا كوشة بلا كوشة كما قلت لكم تجي هايلة. دوكا انا حنسربي شوية منها باش تشوفوه كيفاش يجي. شوفوا البطاطا هذه هاي لك تجي يعني كانها طيبه في الكوشه، سي بور سا يسموها بطاطا كوشه بلا كوشه. هاي لك انا حنسربي منها يجي هايل هاد البلا. الوغ هاو لك البلا تاعنا بطاطا كوشه بلا كوشه من اروع يعني الاطباق الجزائريه نقولوا بصفه عامه. تري تري بون هاد لو بلا، ايسيي تجربه يعني تستحق التجربه كما نقولوا. في الاخير نقول لكم نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، واذا عجبتكم لا فيديو كما العاده ديروا جيم عليها، اشتركوا في القناه، ابونيفو سور لا شين ميليسا كاينه. نقول لكم الى الملتقى ان شاء الله وسلام.